هلو، هرتسي فيكم، اهلا وسهلا فيكم. في صديق لي احمد، بس مو احمد ولكن احمد الشاعر. هو سألني: بيتر، انت تعلمت اللغة العربية ومرتك مو عربية، ويعني ما في مشاكل بالبيت؟ والله احيانا في مشاكل، مو مشاكل كبيرة، بس طبعا في دائما مشاكل بين الثقافات. وانا يعني هلا بدي احكي عن المشاكل. يعني اول ما يعني او لما رجعت من سوريا ما كنت انتبه على الامبل، على اشاره المرور بدقه. اوكي، يعني اذا ما في سيارات انا بمرق، انا بروح، انا بقطع الشارع. مارتي طبعا هي تحترم القوانين الالمانيه هيك، وما في سيارات نص الليل هي ما بتقطع، هي بتستنى، انا عندها صبر، انا ما عندي صبر، انا بقطع. وهي يعني بس رجعت من سوريا مشكله والله، صرنا نتخانق اكثر يعني بسبب الاشاره اللي كاتاستروفه. ولكن الشيء الثاني حكيت عنه قبل، الحمدان، المساومه. ان قبل انا ما كنت عارف شيء بالمساومه، وكنت الماني بشوف السعر والاي ولا، بس رجعت من سوريا هي بلشت تخجل كثير، وبنروح لاي محل هي بتقول اذا بدك هاندل، wenn du handelst warte ich draußen، ich komme nicht mit rein. انا لازم اقول لا ايش هاندل ليش، وبعدين انا بعمل هاندل بتصير في مشاكل اكثر، بس ما بدنا ندفع بزياده، صح؟ بعدين في كمان مشكلتين عنا بالبيت. يعني وانت همت الكنزه داخلي، انا لما كنت بحمص او بحلب كنت اشتريت من شركة حنين داخلي، يعني ملابس داخلية كتير، يعني 10 أو 15، ولساتني مستعملهم، بس في بخوش متلشى، يعني صاروا قديمين، بس بحبهم كتير، ذكرى من سوريا. ومارتي يعني طبعا تزعل، يعني ما يصير، مشكلة كبيرة والله، ولكن جودة حنين والله يعني هيك شيء ما شفت بألمانيا فعلا، يعني مو مزح. بعدين اخر شيء يا احمد، شو هذا السؤال يعني؟ مو انت احمد الثاني سبايس. يعني بعد الساعة 8 بالليل ممنوع لي احكي بالتليفون باللغة العربية. مارتي تزعل كثير، لأنه بس بحكي بالعربي برفع صوتي والأولاد ما عاد ينام. يعني بمعنى بعد الساعة 8 لما بدي احكي مع احمد مثلا بروح على اخر زاويه بالبيت وهيك، شلونك احمد عندك وقت؟ بدي اطلع من البيت بدي احكي معك، هيك يعني والله مشكله، يعني والله تزعل كثير. بس غير هيك كله كويس، يعني نحكي بالالماني وبس، خلاص ماشي فينك. بس ما تقول تشيز.